تسجيلات الموعظة السلفية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي النفس الزكية الساكنة الثابتة الثابتة على الحق الدائرة الدائرة وراء الحق حيثما دارت دارت معه. حي على الصلاة حي على الفلاح. الرحلة البشرية إلى رب البرية. صابر بن عبود اللحجي رحمه الله. الشيخ أبي مالك صابر بن عبود اللحجي رحمه الله تعالى. أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله تعالى. صابر اللحجي رحمه الله. أبو مالك صابر اللحجي رحمه الله تعالى. أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله. الشيخ صابر رحمه الله. له داهية أو أبله أو مؤشر أو من له ملك كملك تبعي. أنه لله البقاء وأن ما عداه من الخليقة إلى فناء. هذه حقيقة لا مناص منها ولا محيد عنها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد خروج الروح من الجسد؟ ماذا بعد أن تغسل وتكفن ويصلى عليك وتشيع؟ ماذا سيكون؟ إن هنالك حياة. هذه الحياة إما سعيدة وإما تعيسة. حفرة يقال لها الحياة البرزخية، حفرة الظمات والظلمات، وحفرة الحسرات والحشرات، وحفرة الآهات والندامات، بيت الكربة ومنزل الغربة. هل له بيت البلاء والمنزل القفر الخلاء ومورد السفر الأولى هو اللاحق المتبع. بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قدر ثلاث أذرعي.